والله كما تعرفوا احنا لما صدرت احكام بايقاف تنفيذ في حق 49 قاضي منذ تسعوت 2022، ولكن هذه الاحكام لم تنفذ الى حد الان. لا جديد يذكر في هذا الملف، ما فماش حاجه جديده في الملف. احنا المحتوى هذه الندوه الحقيقه كنا تحدثنا عليه قبل حل المجلس على القضاء، قلنا القضاء ينبغي أن يكون سلطة مستقلة، القضاء لا يمكن أن يكون يعني في وظيفة، لأن الوظيفة تستبطن السلطة الرئاسية بمعنى سلطة التعليمات وغيرها. القضاء هو سلطة من سلطة الدولة ويضمن يعني التوازن بين السلطات. هذا كله تحدثنا فيه، وهذا المغزى من الندوة المقامة هذا اليوم. يعني في الأخير السلطة التنفيذية مش ممكن أنها تتدخل في المسارات المهنية للقضاة، مش ممكن أنها تتدخل في المسارات التأديبية للقضاة، لأنه الإعفاء القضاة اليوم مش مسألة أديبية، إعفاء القضاة هو مسألة بيد رئيس الجمهورية اللي يمكنه بناء على تقارير جهات مخولة أنه يعفي من يشاء من القضاة. وهذا علاش قلنا للقضاء ينبغي أن يكون سلطة محترمة، لأنه القاضي في الأخير ما ينجمش يكون معناها أعلى من الوضع اللي موجود فيه. إذا كان يكون القاضي الموظف سيتعامل بعقلية الموظف، والقاضي صاحب السلطة سيتعامل بوضعية القاضي صاحب السلطة، وسيتحمل مسؤولية هذه السلطة طبعا بدون أدنى شك. فهذا الغاية من الندوة حسب ما فهمت أنا، وكنا تحدثنا فيه مرارا وتكرارا، وإن شاء الله على كل حال تم مراجعة هذه الخيارات، لأن خيارات لا تمت معناتها للحسن سير الأنظمة الديمقراطية.